كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله غادي نكمل معكم الفصاله ديال هذا المونطو. هذا راه فصلت معكم الطريقه ديال المونطو، دابا غنفصلوا الدوبلور. عندي هنايا الدوبلور جايبه 2 متر، باغا تكفيني. هنا درت الحاشيه عند الحاشيه من هاد الجهه، هذا هو الطول ديالو، من هنا فيه 2 متر، طويتو على جوج وحطيتو هكا صافي. هاد الجهه هذه اللي مجهتي هنا مسدوده، فيها غادي ندير الظهر. نفصل الظهر هو الاول، غنجيب الظهر ديالي هكا نطوي على جوج. نحاول نقاد من هنايا في الظهر، يجيني مقاد. وهنا في هذا الطول ديال المونطو غادي نخلي الطول ديال المونطو اكثر من الدوبلور، غنخليه زايد عليه واحد 15 ديال السنتيم على الطريقه هذه، ما يجينيش الطول ديالو قد المونطو. الطريقه هذه حتى بالنسبه لي اول مره تخدم الدوبلور كتجي سهله، ما كتجي داك المشكل اللي كيجينا من التحت. بحال دابا الا درتي الدوبلور ناقص ولا شي حاجه كيجي المونطو ملي كتلبس كيبقى كيتجمع، كيجي بحال لي مجموع. هاد الطريقه هادي لا، هادي كتجي ساهله، وحتى في اللبسه ما كيجيش مجموع المونطو، كيجي مطلق مزيان. هانتي ندير هنايا، هي عندي هنا 15. صافي غادي نقادو من هنايا. هنا غادي نطراسي، نخلي سنتيم ونطراسي. صافي هذا هو الظهر ديالنا، غادي نحيدو. هنايا غادي نفصل السجفه ديال الخلف، راه ما فصلتهاش معاكم في الاول، دابا غادي نفصلها. جبت هنايا الظهر هو هذا ديالي، وجبت قطعه ديال الثوب شط لي منين فصلت هنا، وغادي نحط هكايا. غندخل هنا واحد 7 ديال السنتيم، بالنسبه لهنا غادي نهبط واحد 9 سنتيم صافي، وغادي ندورها هكا. صافي هاد السجفه هادي غادي نقطع من هنايا، نقصها من هنا من هاد الدوبلور. صافي غادي نخلي واحد السنتيم ديال الخياطه من هنايا. هذا سالينا منو الظهر، غادي نجيب ديال الامام. جبت انا داك الجهه اللي فصلت منها الظهر هنايا، حطيت الجهه اللي رقيقه من هنا اللي ما عريضاش واللي عريضه من هاد الجهه. وغنجيب التبطين ديالي ها هو، غنحطوه على هاد الطريقه هادي، نحطو هنايا، نحاول نحطو على الطرف هنا. نجيب الضفه ونحطها، نحطها على الطريقه هذه، غنقادها مع التبطين هنا. الدوره ديال العنق هذه غنقادها مع هاد الدوره هذه، ونقاد حتى الحاشيه ديالهم بجوج
من هنا يجوني مقادين. دابا غادي نتراسي من هنايا، عاود نخلي سنتيم ديال الخياطه. هنا عاود ملي غادي نقطع غنخلي سنتيم ديال الخياطه هنا فين طراسيت، غنبعد على الطراساج واحد السنتيم هنايا ونقطع. جيت انا من التحت درت هاد الظهر هذا، درتو على هادوك الدوبات اللي في السنت باش نقطع قد قد في الطول. هنايا نجيب هاد المثلث ونقاد بيه. هنا غادي نطلع واحد شويه واحد سنتيم ونص. هادو هما الضوفات ديالنا، هذا الظهر، هادو الضوفات ديال الامام. دابا غادي نفصل الكمام، غنجيب هاد الطرف هذا اللي شاطلي صافي. غنجيب هذا ونطلقو هكا على جوج، راه عندي على جوج هنايا، غادي نجيب لكم ونطلقو هكا على هاد الطريقة. غادي نفصلو، غادي نطراسي لكم ديال، نزيدو سنتيم ديال الخياطة ضروري. هنايا غادي نطوي هكايا داك 3 سنتيم ديال لوغلي، غادي نطويها باش يجيني ناقص على الكم. صافي هذا هو الكم ديالنا. دابا غندوزو للخياطه ان شاء الله. الطريقه راه ساهله هكايا، دابا تتفصلوا بهذه الطريقه هذه، هكا يجي ساهل.